جلس رجل في مسجد الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى يعتب على أبي حنيفة مسألة الرأي والقياس، فقال شعرا وقد كان منزويا عن مجلس أبي حنيفة، قال: كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس، أي ثعالب صاحت بين القبور. فسمع أحد الناس من الذين يحضرون ويرتادون حلقة أبي حنيفة، سمع بهذين البيتين وذهب بهما إلى الإمام أبي حنيفة كي يخبره بخبر ذلك الرجل، فقال له: يا أيها الإمام، ذلك الرجل الذي يجلس هناك في زاوية المسجد قد قال فيك بيتين. قال: ماذا قال؟ قال: كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس. فقام أبو حنيفة النعمان من اللقاء القادم ومن يوم آخر وأتى بصرة مال هدية، فأول ما دخل المسجد بحث عن الرجل الذي قال عنه ذلك البيتين أو ذينك البيتين بالأمس، فجاء إليه وقال: يا أخي في الله، السلام عليكم، أنا أبو حنيفة النعمان وأراك جالسا وحدك في هذا المسجد، هذه هدية مني لك، فلو أقبلت إلينا وجلست معنا كي تستفيد. فاستغرب الرجل وبهت بما صنع أبو حنيفة به، فقال لأبي حنيفة: هل أقول فيك شعرا؟ قال: قل. فقال ثلاثة أبيات: إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتيا طريفة، أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. رأينا كيف تصنع الهدية وكيف تمسح العلائق القلبية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.